الحمد لله العزيز الجبار، يتفضل على العباد بأن يكون لذنوبهم غفار. نحمده جل وعلا على فضله المدرار وخيراته الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وبعد، لعلنا نستمع إلى آيات من كتاب الله في قصة نبي الله موسى عليه السلام، لعل الله عز وجل أن يفقهنا فيها وأن يعلمنا ما فيها من الدروس والمواعظ. فليتفضل القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات شيئا من تصرف موسى ومن معه حينما آذاهم فرعون ومنعهم من أن يؤدوا العبادات، وحاول أن يفتنهم بأن يجعلهم لا يتمكنون من أداء عبادات دينهم. ولذا أمر الله جل وعلا موسى بأن
يجعل قومه يتخذون بيوتا يعبدون الله فيها. ومن المعلوم أن الديانات السابقة لهم معابد خاصة لا يقومون بالعبادة إلا فيها، فصلاتهم تختص بكنائسهم وبيعهم، ولكن الله رخص لبني إسرائيل في أن يقيموا الصلوات في بيوتهم نظراً لكون فرعون قد هد معابدهم وقد منعهم من إقامة الصلاة فيها، فكان هذا مراعاة لحالهم. ولذا قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي أرسلنا الوحي والملك بإثبات أمر الله عز وجل بكونهم يؤدون الصلوات في البيوت بدون حاجة لأن يؤدوها في كنائسهم. ولذا قال: أن تبوأ، أي اتخذا بيوتا تكون لصلواتكم وتكون لعمومكم تختفون بها عن فرعون لئلا ينزل بكم شيئا من العقوبة. فقال: أن تبوأ، أي اختارا لقومكما بمصر بيوتا، أي محل تسكنون فيها وتكون محلا لعبادتكم. ومصر بلد مشهور، وبعض أهل العلم خصه ببعض أطرافها كالإسكندرية وغيرها. ثم قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي هذه البيوت التي تبيتون فيها وتسكنون فيها اجعلوها محلا لصلواتكم. وفي عبادة اليهود أنهم يتجهون في صلواتهم إلى بيت المقدس، ولكن المراد بقوله هنا قبلة، أي تتجهون إليها عند إرادتكم للصلاة، وإلا فهم يتجهون في صلواتهم إلى بيت المقدس. ثم قال: وأقيموا الصلاة، أي ما دمتم اتخذتم هذه المواطن والبيوت للصلاة فعليكم أن تستمروا بإقامتها. ثم قال: وبشر المؤمنين، يعني أن أهل الصلاة يسوق الله لهم الخيرات الدنيوية والأخروية. وقد أمر الله جل وعلا موسى أن يبشر أتباعه المؤمنين بنجاتهم من فرعون وعدم قدرته عليهم. وفي تلك الحال دعا موسى عليه السلام دعوة بإهلاك فرعون، وذلك أن فرعون كان يصد الناس عن دين الله، فكان من مصلحته هو أن يموت من أجل أن لا يزداد إثمه، ومن مصلحة عباد الله أن يموت ويهلك من أجل أن يتمكنوا من النظر في دعوة الحق والاستجابة لها. ولذا قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون، أي أعطيت فرعون وملأه، أي كبار قومه، زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فهذه الزينة سواء في لباسهم أو في مراكبهم أو في مساكنهم أو فيما تمكنوا من بنائه من الإهرامات تغر مشاهدها، فيقولون: ما دام أن هؤلاء عندهم الزينة ولا نجد مثل ذلك عند موسى وأصحابه، فحينئذ قد يقول من يغطى على قلبه: هذا دليل على صحة طريقة فرعون. وحينئذ دعا موسى بزوال ما لديهم من الزينة
من أجل ألا يغتر الناس بها. وهكذا دعا الله عز وجل أو ذكر بأن الله قد أنعم عليهم بالأموال، سواء كانت النقود أو كانت ما ينتفعون به من صنوف الأموال التي يكون لهم فيها انتفاع، وقد استخدموا هذه الأموال في الصد عن سبيل الله ومحاربة أعداء الله. ولذا قال موسى: ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي إن هذه الأموال التي أعطيتهم إياها استخدموها في إبعاد الناس عن الاستجابة لدين الحق، واستخدموها في جعل الناس لا يستجيبون للهدى ودعوة الحق. ولذا قال: ربنا اطمس على أموالهم، أي لا تمكنهم من أن يستفيدوا منها، واجعلها مجهولة غير معلومة. وقد قيل بأن فرعون وأصحابه كانت عندهم كنوز عظيمة في الأرض من الذهب والنحاس وغيرها، فكانوا ينتفعون بها، فدعا الله أن يعمي عنهم هذه الأموال فلا يكتشفون مواطن وجودها. ثم قال: واشدد على قلوبهم، أي ليكن منك شدة على هذه القلوب وإمساك لها، فإنها قد استمرت على الباطل واستمرأته. ولذا قال: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي اجعلهم يؤمنون عندما يرون العقوبة الشديدة، ليكون ذلك حسرة في قلوبهم. ثم قال: أجابه الله عز وجل بإرسال الملك أو بتكليمه بأنه قد أجيبت دعوتكما. ومع أن الداعي موسى وحده، إلا أنه قال دعوتكما لأن هارون كان يؤمن على دعوته، ومن ثم أصبح ذلك بمثابة دعاء منهما. ثم قال: فاستقيما، أي استمرا على الصلاح وطريق الهدى، ولا يستهويكم ما لدى عدوكم من القدرة والأموال العظيمة، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتخذوا طريقة ومنهج هؤلاء القوم الذين لا يعلمون الحق، ولا تسيروا على طريقتهم، سواء كانت هذه الطريقة بالكفر بالله والشرك به وجعل آلهة ومعبودات من دون الله، أو كانت هذه الطريقة في استعجال الدعاء، في استعجال الدعاء. فإن فرعون ومن معه لما توعدهم موسى بعذاب الله قالوا له: إن كنت صادقا فأنزل هذا العذاب في الحال، فكانوا يستعجلون عقوبة الله بجهلهم. قال تعالى: وجاوزنا، أي جعلنا بني إسرائيل يتجاوزون البحر. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ومعه بنو إسرائيل لحقهم فرعون، وكان مع فرعون الجنود الكثيرة، فإنه قد خرج بجميع جيشه بأعداد هائلة ذكرت بتفاصيل عديد، كثير منها
منقول عن بني إسرائيل. فحينئذ لما شاهد أصحاب موسى فرعون نسوا أن يتوكلوا على الله، وظنوا أن فرعون سيدركهم وأنه سينزل بهم العقوبة، فقال لهم موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر فانفلق، أي تجزأ وأصبح فيه 12 ممرا يمر معه بنو إسرائيل، وذلك أنهم على أعداد كثيرة، ذكر أنهم بمئات الآلاف، وأن جيش فرعون كان أكثر منهم، ولذا فتح لهم في البحر 12 ممر بأرض يابسة كأنه لم يصلها ماء البتة. حينئذ لما شاهدهم فرعون لحق بهم وتبعهم وسار في الممرات التي بين المياه، ومعه جنوده أي جيشه الجرار بأعداده الهائلة، ومراده في هذا البغي أي الظلم وتجاوز الحد بغيا وعدوى. قوله عدوى قد يكون من العداوة وقد يكون من الإسراع، يقال عدا بمعنى أسرع. قال: حتى إذا وصلوا إلى وسط البحر وتجاوز بنو إسرائيل أمر الله البحر فرجع على ما كان عليه، فغرق فرعون وجنوده الكثيرة. وحينئذ لما أيقن فرعون بموته وعلم أن الغرق سيناله آمن استجابة لدعوة موسى حينما دعا ألا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. وهذا الإيمان لا ينفع صاحبه شيئا، فإن المعول عليه في الإيمان أن يؤمن الإنسان بالغيب ويصدق ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، حتى إذا أدركه الغرق أي أحاط به الماء من كل جانب وأصبح يغرق، حينئذ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أي لا معبود بحق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل. فإنه لما رأى موسى ومعه بنو إسرائيل نجوا من البحر وهو لم ينجو، حينئذ ازداد يقينه بأن موسى صادق وأن العبادة حق لله. ولما أدركه الغرق علم أنه سينتقل إلى دار الجزاء، فما كان منه إلا أن آمن بالله وأقر بأن العبادة حق له جل وعلا، ولذا قال: وأنا من المسلمين، أي جعل نفسه واحدا من أفراد المسلمين بعد أن كان يظن أنه رأسا في الكفر والبغي، حتى قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. حينئذ خطب فرعون، سواء كان الخطاب إلهيا أو كان من الملائكة، فقيل له: الآن هذا الوقت ليس وقت إيمان، ولا يقبل من صاحبه أي إيمان، فإنه وقت
معاينة العذاب الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فكنت في سالف أيامك في وقت قدرتك وحياتك ونشاطك كنت تعصي الله جل وعلا وتحارب أولياءه وتصد الناس عن دينه، فكنت من المفسدين. قيل بأن بني إسرائيل مع تجاوزهم للبحر ورؤيتهم للماء في البحر قد وصل إلى درجة عالية لا يغطيهم، ورأوا فرعون يدخل في البحر ورأوا البحر ينغلق على من فيه، إلا أنهم بقوا في تردد وشك، يمكن أن يكون فرعون لم يمت، ويمكن أن يكون الهلاك لم يدرك فرعون، وحينئذ أراد الله أن يظهره لهم فنجى بدنه وجعله على نجوة وربوة مرتفعة من أجل أن يشاهده بنو إسرائيل. ولذا قال تعالى: فاليوم، يعني بعد هلاكه، ننجيك ببدنك، يعني فقط بالبدن، أما الروح فقد قبضت، والبدن بدون روح لا يتعلق به تكليف، وذلك لتكون لمن خلفك آية، أي أن من يكونون أمام موطن إغراقك يقنعون وتقوم عليهم الحجة بوفاة عدوهم المجرم الكبير في فرعون. وكذلك يكون للأجيال المتلاحقة عبرة وعظة، مع أن كثيرا من الناس عن الآيات والدلائل والبراهين غافلون، لا يلتفتون إليها ولا يتفكرون في معانيها ولا يستدلون بدلالتها. وقال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي جعلنا بني إسرائيل ينزلون منزلا حسنا تتحقق فيه أهدافهم. ولذا قال: ولقد بوأنا، أي أنزلناهم منزلا دائما، بني إسرائيل مبوأ صدق، أي موطنا يستفيدون منه ويقف معهم، يقال فلان رجل صدق إذا كان يحقق الأهداف التي تطلب منه. فهكذا هذا الموطن الذي بوأ الله بني إسرائيل أصبح يحقق ما يريدونه منه، وحينئذ قال: ورزقناهم من الطيبات، سواء بما ينزله الله عليهم من المن والسلوى أو بما يمكنهم الله من إدراكه في الدنيا من ثمار المزروعات ولحوم الحيوانات ونحو ذلك. ثم قال محذرا من الاختلاف: فإن الاختلاف شر، وليس الاختلاف من دين الله عز وجل في شيء. ولذا قال هنا: فما اختلفوا، أي لم يقع بينهم نزاع ولا تضاد ولا مقابلة في الأقوال حتى جاءهم العلم، فأرسل الله لهم نبيا يعلمهم بأحكام دين الله جل وعلا. ثم قال: إن ربك يقضي بينهم، أي يحكم ويفصل بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه
يختلفون، أي أنه يقضي بين المسائل الخلافية بما يكون مقررا للحق مبعدا للباطل. ففي هذه الآيات ذكر أن بني إسرائيل كانوا لا يعبدون الله إلا في بيوتهم، وأجيز لهم أن يعبدوا الله في هذه البيوت التي بنوها. وفي هذه الآيات فضيلة الله عز وجل لهذه الأمة بأن جعل الأرض والمسجد لها طهورا، فأيما مكان أدركته فيه الصلاة فليصلي. وفي هذه استدل بهذه الآية على مسألة صلاة التراويح، هل الأفضل أن تؤدى في البيت أو أن تؤدى في المسجد؟ فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأفضل أداؤها في البيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المكتوبة أو أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في بيته. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن صلاة رمضان الأفضل أن تكون في المسجد، وما ذاك إلا أنها شعار من شعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أو صلى في المسجد ليالي، فلما خشي أن تفرض على الأمة صلى في بيته صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذه الآيات من الفوائد الأمر بإقامة الصلوات وإقامتها بالمحافظة على وضوئها وعلى شروطها وأركانها وواجباتها. وفي هذه الآيات استحباب تبشير أهل الإيمان بما يصل إليهم من الأخبار السارة. وفي هذه الآيات أنه يجوز أن يدعى على إنسان بأن يزول ماله متى كان يستعمل ذلك المال في معصية الله جل وعلا، ويكون مراد الداعي مصلحة صاحب المال لئلا يغضب الله عليه ولئلا يزداد إثمه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الأموال إنما هي وسيلة، فمن استخدمها في الخير والطاعة كان له الأجر والثواب، ومن استخدمها في ضد ذلك تحمل وزرها. وفي هذه الآيات أن إيمان المعاينة لا ينفع صاحبه شيئا، فإذا رأى الإنسان نزول العقوبة به فحينئذ لا ينفعه إيمان ولا رجوع إلى الحق. وقد استدل بقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، على أن المأموم لا يلزمه التأمين بقول آمين بعد سورة الفاتحة، كما قال بذلك أحمد وأبو حنيفة وجماعة. وقد قال الإمام مالك بأن المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بخلاف الصلاة السرية،
فيه دلالة على أن المؤمن على دعوة الداعي يكون بمثابة من دعا، ويكون قد خضع لله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب الإكثار من دعاء الله جل وعلا، وفيها الأمر باستقامة الإنسان بحيث يجعل أعماله لله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات من الفوائد أنه لا يجوز للإنسان أن يستعجل إجابة الدعاء من عند نفسه، فلا يستبطئ تأخر إجابة الدعاء. لا بأس أن يقول الإنسان دعوات ويربطها بالعجلة في أمور الدنيا، كما لو قال اللهم أسقنا الغيث ثم قال عاجلا غير آجل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان أن يستبطئ إجابة دعوته، فقد تجاب ولو بعد مدة، وقد يرى الله من الحكمة أن يتأخر إجابة الدعاء. وفي هذه الآيات فضل الله على بني إسرائيل حيث نجاهم من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وفي هذه الآيات تحريم البغي بأن يعتدي الإنسان على حقوق غيره، وفيها أيضا تحريم المسارعة إلى أعمال السوء والشر. وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم الإفساد في الأرض. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالمؤمن أن يتعظ بما يجري في الكون من وقائع الأنبياء عليهم السلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن العبد يختم له بمثل ما كان يؤديه في دنياه. وفي هذه الآيات هذه العلامة الكبيرة لموسى بأن نجى الله في فرعون وأصبح على ربوة كل يشاهده، فهذه آية عظيمة لموسى عليه السلام. وفي هذه الآيات أن لله حكما في تقرير بعض الأحكام، فمن حكمته جل وعلا أن يظهر آدم أمامهم صريعا ليكون ذلك من أسباب زوال ما في قلوبهم من الخشية والرهبة. وفي هذه الآيات استحباب تذكر الإنسان للآيات الكونية والشرعية. وفي هذه الآيات فضل الله على بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. وفي هذه الآيات أن الله قد يبارك في الأرض لبعض الأفراد فيكون هذا من أسباب تحصيلهم لما أرادوه في هذا الباب. وفي هذه الآيات أن بعض الأراضي أبرك وأحسن من أراض أخرى. وفي هذه الآيات تحريم الاختلاف بلا سبب والتنازع في الأقوال الفقهية. وفي هذه الآيات أن من سار على مقتضى العلم فإنه لن يختلف ولن يوجد عنده تناقض، وسيكون مع إخوانه المؤمنين على حال واحد. وفي هذه الآيات
إثبات القضاء بمحاسبة الأفعال، بمحاسبة الناس على أفعالهم. وفيها أن قضايا الاختلاف سيحكم الله جل وعلا فيها. فهذه آيات عظيمات من سورة يونس. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم للخير وأن يرزقكم فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه وتحكيما للكتاب والسنة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يتولى جميع شأنها وأن يبارك في ولاتها وأن يجزيهم خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يعوضكم خيرا لما نقص عندكم وفات. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.